احتفل طلاب قسم الصيدلة بجامعة الحكمة بتخرج دفعتهم التي أطلقوا عليها اسم وصفة أمل. اكتشفوا العلم من حنايا الوطن الجريح، مصرين على رسم البسمة والأمل على الوجوه الواجمة والمكلومة. إنهم خريجو قسم الصيدلة بجامعة الحكمة في صنعاء. الذي هو الخريجين في اليوم العالمي للصيدلة، وهذه الدفعة هي رافد للصيادلة والصيادلة في اليمن بشكل عام. قد نجحت الجامعة في تخريج هذه الدفعة، ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن استطاع الطلاب أن يشقوا طريقهم إلى المستقبل ويواصلوا تعليمهم. 30 خريجا وخريجة وضعوا نصب أعينهم أهدافا نبيلة تتمثل في إنقاذ حياة الجرحى ومساعدة الأطباء في الظروف الاستثنائية التي سببها العدوان الخارجي على اليمن ومقدراته، ومنها القطاع الصحي الذي دفع الفاتورة الأكبر وخسر الكثير من منشآته ومرافقه. فخر وإيمان أننا سنعمل المستحيل لأجل إيصال جميع ما نستطيع إليه إلى جميع الأمراض، ونساعد ونتعاون مع الأطباء. نحن طلاب صيدلة جامعة الحكمة، تمام. رغم الظروف هذه نقلنا من تعزلة هنا لإكمال دراستنا التعليمية، رغم معانينا من الظروف، رغم الحرب والدمار اللي تحل في بلادنا، رغم العدوان والحصار الغاشم على بلادنا، إلا أن احنا عازمون على تحقيق ما بدأنا فيه. الطلاب أهدوا تخرجهم لآبائهم وللوطن والجيش واللجان الشعبية، آملين بمستقبل زاهر بالإنجازات على أرض الواقع بعد مرور سنوات من التحصيل العلمي في ظروف قاهرة. رغم الجراح نصنع النجاح، رغم الجراح نحقق النجاح، رغم الحصار صنعنا النجاح، رغم كل ما تعانيه البلاد صنعنا النجاح، نحقق النجاح، رغم العدوان حققنا النجاح. وبسبب الأوضاع الراهنة إلى أن احنا أصرينا وأكملنا دراستنا وأتممناها بعون الله. الإصرار والعزيمة سمة تميز كل اليمنيين، ما ساعدهم على المضي قدما وتجاوزوا كل العقبات والأشواك التي زرعها أعداء الإنسانية في طريقهم. محمد العنتري، اليمن اليوم.